فضيلة. لا شك أننا لو خيرنا الإنسان بين طريقين، طريق المجوس وطريق النبي، ماذا يختار؟ كل مؤمن سيختار طريق النبي. النبيون وعلى رأسهم خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يتخذون اللحى، والمجوس يحلقون اللحى، فاختر لنفسك أي طريق أي شيء. ولهذا لا نرى لأحد عذرا بعد أن يتبين له الحق في العدول عن الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالق المجوس، خالق المشركين، وفروا اللحى وحفوا الشوارع. وهذه عادة الناس من قبل، ولم نكن نعرف أن أحدا يحلق لحيته، بل قالوا لنا إن بعض الولاة الظلمة يعذر الإنسان بحلق لحيته، يجعل ذلك تعذيرا. ونص العلماء رحمهم الله في كتاب التعذير أنه لا يجوز التعذير بحلق اللحية، مما يدل على أنه كان ديدنا لبعض الولاة الظلمة. فكيف الآن الإنسان يخسر مال، يخسر ماله في حلقه، ويخسر أهم شيء أنه يخسر اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وامتثال